دخلت لإسرائيل 5 مرات، كنت أقعد مع ضباط إسرائيليين. رحنا نضيع الشريط، لقينا بشخص ضابط اسمه أشرف، قعدنا معه، أعطاني أشرف تليفون إسرائيلي سيتو. كانت الفصائل تتلقى الدعم، تتلقى دخل الجرحى مقابل أمر مشروط اللي هو تأمين منطقة الجدار الإسرائيلي من أي شخص كان، إنه ممنوع يخترق من الجدار إلا بتنسيق.